تحياتي لحضراتكم من جديد. واليوم يمر عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تركوا هذا العام من دمار للقطاع وتشريد لأهله وقتل للمدنيين الأبرياء. عام يمكن من أبشع الجرائم اللي يمكن أن ترتكب في حق البشرية والإنسانية، عام مليء بالدمار واستهداف الأطفال والمدنيين والنساء والشيوخ. آلة القتل والتخريب الممنهج للاحتلال ما زالت تواصل جرائمها البشعة وسط عجز وصمت من المجتمع الدولي. ويمكن الحقيقة كان موقف الدولة المصرية واضح من البداية، وموقف محدد برفض العدوان ومواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض أي مساعي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. معانا في الاستوديو دلوقتي الكاتب وصحفي الأستاذ إسلام معفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. وبعد عام من هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، كيف ترى هذا العام من محطات فارقة يمكن أثرت على القطاع والقضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها؟ هو الحقيقة يعني ينطبق على رؤيتنا أو طرحنا للمسألة اسم البرنامج كل الأبعاد. يعني أعتقد أن كل الأبعاد تكشفت في هذا العام تماما. كان عاما كاشفا وكان عدوانا كاشفا لمواقف دول، مواقف المجتمع الدولي، الموقف من القضية الفلسطينية، موقف الاحتلال من رؤيته للتعايش في المنطقة والتعامل مع أزمات المنطقة. كل هذه كانت عناوين للعام، عام مرير قاسي مؤلم لضمير البشرية والإنسانية بعيدا عن الأنظمة في دول العالم غربي أو غيره، لكن أيضا كان اختبار يعني كبير جدا للإنسانية، اختبار كبير جدا لدول كبرى، اختبار كبير جدا لدول في الإقليم. أعتقد أن ما قامت به مصر على مدار عام مضى من العدوان هو يعني أعتقد يعني سيسجله التاريخ بنبل وشرف الموقف المصري على كل الأصعدة، سواء كان على مستوى المساعدات الإنسانية اللي قدمتها مصر لإخواننا في غزة في فلسطين، أو على مستوى حمل القضية في كل المحافل الدولية. مصر كانت الدولة الأولى التي دعت العالم كله للحضور إلى القاهرة في مؤتمر قمة عالمي، حضر الرؤساء وقادة العالم ورؤساء حكومات والمعنيين في العالم كله من منظمات إقليمية ودولية، وكان الحديث واضحا منذ اللحظة الأولى، لأن رؤية مصر الحقيقة كانت سباقة للهدف الأساسي من هذا العدوان. هذا العدوان لم يأتي صدفة، هذا العدوان لم يأتي فقط ردا على طوفان الأقصى، ولكنه كان يعني تخطيط ممنهج لتدمير بنية القطاع، إجبار أهالي القطاع سواء قسرا أو طوعا بالمغريات للخروج من قطاع غزة، وبالتالي تصبح الفرصة سانحة أن إسرائيل ليس فقط تتقدم بقوات ولكن أن تستولي على هذه الأراضي لصالح المستوطنين. ده أولا. ثانيا، أن هذا الاختبار الكاشف للعالم كله كان واضح جدا على مدار عام. صحيح تحركات دبلوماسية أمريكية كثيرة جدا في المنطقة وأكثر من 10 زيارات لأنتوني بلينكن وزير الخارجية، لكن أعتقد أن أمريكا فقدت مصداقيتها كوسيط فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإقرار الشرعية الدولية ومقررات الشرعية الدولية في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه. كانت الحقيقة كان نوع من الخذلان الكبير جدا لكل أصدقائها في المنطقة. لم تعمل الإدارة الأمريكية بما يكفي لمنع العدوان والاعتداء على الأبرياء والعزل من المواطنين الفلسطينيين. حالة من التواطؤ أولا، ثانيا حالة من الدعم بالتسليح المستمر، صحيح الدعم الدبلوماسي المستمر ضد كل دول العالم. خلينا نقول أن أحد خسائر الاحتلال أيضا هو حالة العداء الشديدة جدا من دول الجنوب في العالم كله، إذا يعني جاز التعبير، بحالة من الغضب الشديد وحالة من الاستياء الشديد، وده كان واضح جدا في كل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بنتكلم في 193 دولة، يعني عدد يعني
أغلبية كاسحة، يعني رغم تفاقم الأوضاع في المنطقة فيتقاعس المجتمع الدولي بالقيام بدوره في أي تهدئة. لا، ويعني الجريمة تجري على مرأى ومسمع من العالم كله، ويكتفي البعض بأنه بنوع من الاستنكار والاستهجان دون أن يفعل ما يجب أن يقوم به. الولايات المتحدة الأمريكية عليها دور أساسي، الأمم المتحدة عليها دور أساسي، قامت به الجمعية العامة، لكن مجلس الأمن بسبب فيتو الأمريكي كان يعني السبب الأساسي في انهيار كل القرارات على صخرة الفيتو الأمريكي على مدار عام كامل. والحقيقة أني أمريكا خسرت كثيرا دبلوماسيا، خسرت كثيرا من مصداقيتها في العالم كله لمواقفها المتخاذلة وحالة الخضوع الكامل لإرادة سلطة الاحتلال. أعتقد أني حتى ده أثر على الحزب الديمقراطي نفسه، موقف بايدن، واليوم يتم تجديد الدعم الأمريكي مرة أخرى. يجب ألا يحدث ما حدث في 7 أكتوبر، يتم مرة أخرى تقديم الولاء، فروض الولاء والطاعة لسلطة الكيان وسلطة الاحتلال، يعني يتم التغاضي عن أكثر من 42 ألف شهيد فقدوا في، وأكثر من آلاف تحت الأنقاض، وأكثر من 1,200,000 نزحوا أكثر من مرة من مكان لآخر تحت عنوان أنه لا مكان آمن في غزة. صحيح أستاذ إسلام، يمكن هنا نتوقف ويعني نحاول نعرف أكتر عن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والوضع المتأزم اللي بيعيشه سكان القطاع منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واللي يعني دمر الشجر والحجر والإنسان والأخضر واليابس. بينضم لنا عبر زوم الأستاذ عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا. أهلا بحضرتك. ويمكن بعد عام من العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة عرقلة منظمة الأونروا من القيام بعملها لغوث اللاجئين الفلسطينيين، اللي يمكن المعاناة بتظهر في كل نواحي الحياة، ومحاولة قطع كل وسائل يعني المعونات المقدمة من قبل منظمة الأونروا، كيف تقوم الأونروا اليوم بالعمل داخل كل هذا، يعني كل هذه الأحداث والوضع الإنساني في غزة بعد عام من الحرب؟ أولا أنا بشكر حضرتك وبشكر الأستاذ إسلام لأنه يمتلك فعلا عقلية منظمة. يعني أنا قبل أن أكون ناطق كنت محللا سياسيا، وأشكره على هذه العقلية الذي يعني الواضح أنه يفهم تماما كل ما يدور. عموما بالنسبة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لم تكن الأوضاع بهذه الصعوبة حتى بعد 7 أكتوبر. يعني بعد 7 أكتوبر أغلقت المعابر لمدة 14 يوما. اليوم ما يحدث هو خطير للغاية. ما يدخل إلى قطاع غزة حوالي 60 شاحنة يوميا، هناك نقص كبير في الإمدادات، هذه تشكل 10% فقط من احتياجات قطاع غزة. الخطير الآن أن إسرائيل تحاصر وتحشر 1,800,000 فلسطيني في مساحة 30 كيلومتر مربع في منطقة تفتقر إلى كل إمكانيات الحياة، إلى الخدمات، تفتقر إلى أنظمة الصرف الصحي، إلى المياه، إلى الخيام، إلى كل شيء. يعني أعطيني سجن في العالم. يعني معدل وجود الفلسطينيين الآن كل كيلومتر مربع به 60,000 فلسطيني. لا يوجد سجن في العالم مساحة كيلومتر مربع وبه 60,000 نزيل على الإطلاق. يضاف إلى ذلك انهيار كبير في الأوضاع الصحية، نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى. المناعة الفردية لدى الفرد، لدى الإنسان الفلسطيني في غزة تهاود. يعني أي شيء يصيبه بمرض مباشرة بسبب الازدحام الشديد، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، عدم وجود النظافة الشخصية أيضا. يعني هناك أمراض تظهر الآن، على سبيل المثال كبد الوبائي. يعني غزة لا تعرف الكبد الوبائي، ولكن معدل انتشار مخيف الآن بمعدل 1,000 إصابة أسبوعيا بالكبد الوبائي، التهاب السحايا، التهابات المعوية، الناس تموت، مرضى السرطان وأيضا المصابون بأمراض الكلى لأنه لا علاج لهم على الإطلاق. 90% من سكان قطاع غزة مصابون بسوء التغذية. يعني سيدتي الآن الأطفال في غزة يولدون قصار القامة
وناقصي الوزن، لأن الأم غير قادرة على إرضاع هؤلاء الأطفال، هي نفسها تعاني من سوء التغذية. يضاف إلى ذلك قضية لا ينتبه إليها الناس كثيرا، المباني والبيوت قد تعمر بعد عام عامين 5 أعوام، ولكن هناك مئات الآلاف من الغزيين مصابون الآن باضطرابات نفسية وعقلية جراء ما يحدث، يعني لا أفق على الإطلاق. هؤلاء يحتاجوا إلى عشرات السنين من أجل استعادتهم إلى طبيعتهم. كما تفضلتم يعني الدور المصري أيضا يعني بصراحة مصر أفشلت تهجير الفلسطينيين، أفشلت تصفية القضية الفلسطينية، هذا كان واضح. يعني الجميع في الجانب الإسرائيلي قالوا يجب طرد الفلسطينيين، طب طردهم من أين؟ لذلك الدور المصري كان حاسم في هذه القضية. يضاف إلى ذلك طبعا المساعدات الضخمة، يعني 70% من المساعدات التي كانت تدخل هي مصرية، يعني بالإضافة إلى المساعدات التي كانت تأتي من كافة دول العالم. ولكن يعني إذا في وقت أن أجيب على ما يحدث للأونروا، يعني ما يحدث للأونروا بصراحة القضية ليست قضية أنه بعض أفراد من الأونروا شاركوا 12 فردا شاركوا في أحداث 7 أكتوبر ولم يتم إثبات ذلك، وتحقيقات، ووزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولون قالت بأن الأونروا لديها كل الآليات للتعامل مع قضايا الانتماءات السياسية وقضايا الحيادية. الهدف من الهجمة على الأونروا هي تصفية الأونروا. إسرائيل تعتقد بأنه بتصفية الأونروا يتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، تصفية الحل السياسي، تصفية كل ما يتعلق بمفهوم حل الدولتين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. أعود لحضرتك أستاذ إسلام، ومسألة الدور المصري وإلى أي مدى نجحت الدولة المصرية في خلق موقف دولي لرفض تهجير الفلسطينيين، ويعني الرؤية الشعبية حتى تغيرت وتبدلت، وإن كانت الحكومات يعني موقفها متخاذل إلا أنه الشعوب اتحركت بشكل كبير. لأي مدى نجحت الدولة المصرية في هذا؟ قامت مصر بدورها على أكمل وجه، على أفضل وجه، بكل الإمكانيات المتاحة. كانت مصر قيادة وحكومة وشعب على قلب رجل واحد لنصرة القضية ودفاعا عن أهالي غزة الأبرياء الذين دفعوا الثمن غاليا باهظا من أرواحهم وأرواح أبنائهم وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم من جراء هذا العدوان. لكن خلينا أقول أن مصر استطاعت أن هي تحشد بقوة دبلوماسيا شركائها في الإقليم أولا من الأشقاء العرب وشركائنا فيه على مستوى العالم الذين يناصرون الحق الفلسطيني، وكانت هناك نجاحات كبيرة وعديدة يطول شرحها الحقيقة بالتفنيد والتحليل. لكن خلينا نقول حاجات أساسية. أن عندما جاء وزير الخارجية الأمريكي لأول مرة في لقاء مع السيد الرئيس، سمع من السيد الرئيس ما لم يسمعه في عاصمة أخرى في العالم فيما يتعلق بالعدوان على غزة. والسيد الرئيس هنا يتكلم ليس فقط عن هو فكرة التعايش، فكرة التسامح، فكرة أن هذه القضية لا يمكن أن يتم تصفيتها بهذه الطريق، وأن مصر لا تسمح بتصفية القضية ولا تهجير الفلسطينيين لا على حساب مصر ولا حساب دولة أخرى. هذا الكلام نفسه هو ما أعلنته المملكة الأردنية الهاشمية على لسان العاهل الأردني، وبالتالي أصبح هناك نوع يعني موقف عربي متماسك قوي، رواية عربية، سردية عربية تستند إلى الرؤية المصرية في الأساس. نحن حماة هذه القضية وحراسها الأساسيين، ولا يستطيع أحد أن يزايد على موقف مصر طوال تاريخها. وفي هذا الموقف شديد الصعوبة، شديد التعقيد، العالم معقد بشكل لم يحدث من قبل. ما يجري في أوروبا من عمليات مسلحة ما بين أوكرانيا وروسيا، ما يجري من نزاعات كثيرة في بؤر كثيرة في العالم، ما يجري في إفريقيا من نزاعات، وسعي مصر الدائم لتكون هي الداعي إلى السلام الذي يدعو للحفاظ على استقرار الدول. اليوم عندما يتحدث وزير الخارجية بملء فيه عن ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرا إلى الحالة اللبنانية، ضرورة الحفاظ على المؤسسات
مؤسسات الدولة الوطنية، لأنها هذه المؤسسات القادرة على فرض وبسط الاستقرار في الدولة، وإذا انهارت هذه المؤسسات تكون الدولة عرضة لمخاطر شديدة. هذه الرؤية نابعة من رؤية القيادة السياسية المصرية التي تحدثت كثيرا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. عندما نتحدث عن أزمة الأشقاء في ليبيا، الأزمة في السودان، الأزمة في أي بقعة من بقاع العالم العربي والتوترات الموجودة، رقم واحد ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسات. وتصاعد وتيرة هذه التوترات يعني فيما يخص المواجهات المباشرة مع لبنان بعد غزة وإيران وسوريا وتأثير هذا على المنطقة. وبالتالي هنا الحفاظ على هذه المؤسسات لتقوم بدورها على الأرض هو الضامن الأساسي لاستقرار الأوطان. دي نقطة في غاية الأهمية واللي أكد عليها وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الدكتور بدر عبد العاطي اليوم في حديثه ونقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية. مسألة المؤسسات الوطنية ليست بالأمر السهل ولا الهين، ولا هي التي يمكن أن نعبر يعني عليها سريعا. لا، عندما تعرضت الدولة المصرية لأزمة كبيرة في 2011 كانت وتعرضت لحالة من الفوضى، عمود الخيمة كما يسميه المصريون جميعا الجيش الوطني، هذه المؤسسة المنضبطة الاحترافية النظامية الوطنية العريقة تعمل وفق قواعد أساسية يتربى عليها أبنائها ويسلمونها جيلا بعد جيل. ولهذا السبب استعادت الدولة المصرية نفسها سريعا، لم تسقط الدولة المصرية. كان أحد أهم الأسباب القوات المسلحة المصرية والجيش المصري وثقة المصريين في أن هذا الجيش الوطني قادر على إعادة الأمن والاستقرار، ثم توالى عودة مؤسسة الدولة الأخرى الأمنية، الشرطة المصرية وكل المؤسسات الأخرى. وبالتالي هنا ليس من سبيل اللي هو التهوين بمسألة المؤسسات الوطنية في غاية الأهمية للدفاع عن قوام الدولة واستقرارها واستمرار الدولة. ولذلك لما البعض كان بيستغرب السيد الرئيس يؤكد دائما على فكرة تثبيت أركان الدولة المصرية، دي مسألة قامت بها الدولة على مراحل، وكانت مسألة أو اختبار كان صعب نجحت فيه بلدنا، ولذلك نقدم خبرتنا للجميع. ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية دون أن يتم إنهاكها أو إشغالها بأشياء أخرى. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا. مشاهدينا فاصل ونعود مع حضرتكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.